بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. زي ما تعودنا كل يوم حد وأربع بنكون مع بعض من 8 ل 9 ونص عشان نتناول أهم الأخبار في الألعاب الأخرى اللي حصلت داخل جدران النادي الأهلي محليا وأيضا عالميا. النص الأول في حلقتنا بيبقى فيه مجموعة من الأخبار وتعليقنا عليها، النص الثاني بيبقى معانا فقرة حوارية. فقرتنا النهاردة نجم من نجوم النادي الأهلي في كرة السلة، نجم دايما جمهور النادي الأهلي بيحب يناديه بأغنية الراحلة العظيمة أم كلثوم أروح لمين. طبعا انتوا عارفين الأغنية دي، أروح لمين ومين ينصفني منك. الأغنية دي طبعا من كلمات عبد المنعم السباعي وتلحين رياض الصنباطي. جمهور النادي الأهلي دايما بيحب يناديله وبيقول له أروح لمين إيهاب أمين. النهارده هيكون ضيفنا نجم كرة السلة في النادي الأهلي ومنتخب مصر وأحد طبعا المواهب الكبيرة اللي مرت على تاريخ مصر في كرة السلة، شيء أم أبينا إن هذا اللاعب موهوب وأثبت كفاءته بشكل كبير في دوري الجامعات NCAA ولعب في أحد أكبر الجامعات هناك. فإذا هو موهوب بس مش بشهادة المصريين ولكن ولا الأهلوية، بس بشهادة حتى دوري الجامعات الأمريكي NCAA، كان صاحب أرقام عالية جدا جدا. ضيفنا النهارده إيهاب أمين، هنتكلم معاه على كل حاجة، هنتكلم عن إصابته، هنتكلم معاه عن تجربته مع النادي الأهلي سنتين دلوقتي يمكن دي السنة الثالثة، هنتكلم أكيد عن أمور كتيرة تخص إيهاب أمين وتخص الفريق. انتظروا أكيد معانا مفاجآت زي ما عودناكم في برنامج الأبطال. هنخش على الإنترو بتاعنا أو المقدمة بتاعتنا، بنجيب أخبار وبالحقيقة بنتكلم عنها وبتبقى حاجات يعني بنحب نحط الضوء عليها. انتوا عارفين ان رواندا شايفه طفره اليومين اللي فاتوا في استضافه بعض البطولات القاريه، بطولات قاريه مش عالميه طبعا، هي على مستوى القاري. استضافت بطوله الباسكت وبقى اللي هي الانديه في الاول، وبعد كده استضافت بطوله الافرو باسكت كره السله، وبعد كده استضافت كره الطائره رجال اللي خدنا فيها ثالث، واستضافت دلوقتي او بيتلعب عليها دلوقتي في كيجالي العاصمه بيتلعب بطوله افريقيا للطائره سيدات. حصل موقف طريف جدا عايز احكي لكم عليه. منتخب رواندا للكره الطائره عايزين يعملوا اداء كويس في البطوله، ده حقهم شيء مشروع. المهم جنسوا اربع لاعبات برازيليات. انت عارفين البرازيل لعبت او الكره الطائره هناك زي الكوره، يمكن هي اللعبه الشعبيه الثانيه في البرازيل الكره الطائره. فطبعا جنسوا اربع لاعبات برازيليات اثناء البطوله، والبطوله شغاله، ابتدت البطوله لعبوا ماتشين ثلاثه. فجاه الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي استبعد رواندا من البطوله لان الاربع لاعبات اكتشفوا ان لم يتم قيدهم بشكل صحيح. ده الكلام اللي اتقال على المواقع والميديا الاعلاميه، انه قالوا انه لم يتم تسجيلهم بشكل صحيح، ما كانش في، كان في مخالفه اداريه فوقفوا او وقفوا فريق رواندا واستبعدوهم من البطوله. البطوله بتتلعب على ملعب رواندا. هقول لكم حاجه طريفه حصلت، قال لك طب خلاص ما فيش لعب. والله زي ما بقول لكم كده، قال لك لا خلاص مش هنلعب، ما فيش بطوله، اقفل يا ابني الصاله، ما فيش بطوله هتتلعب، احنا بره يبقى ما فيش حد هيلعب. والله زي ما بحكي لكم. المهم قعدوا يومين طبعا في مباحثات، والبطوله استؤنفت النهارده بعد يومين او ثلاثه من توقف، والكاميرون كانت اول الصاعدين للفاينل على ما اتذكر. بس حاجه طريفه، كاميرون وكينيا دلوقتي الفاينل، وده متوقع يعني في البنات او السيدات كينيا والكاميرون يعني زي ديربي كره الطائره سيدات. يمكن منتخب مصر زحمهم فتره من الفترات، بس دلوقتي الوضع اللي احنا فيه الدولتين دول، فطبعا حاجه طريفه اول مره تحصل. طبعا احنا في مصر اكيد يعني بلد كبيره وبتنظم احداث عالميه بقى مش قاريه. انا عايز ان اقول ان مصر يعني بالنجاح الكبير اللي حققته الفتره اللي فاتت في استضافه البطولات العالميه، اكيد حاجه يعني بس انا بوصل لكم يعني حاجه عظيمه ومقدره من كل الهيئات الرياضيه في العالم. انا ما بقولش الكلام ده عشان انا بحب مصر او بحب بلدي خالص، هي ده الحقيقه. انا ببص بعين مجرده والله، طبعا انا لو بصيت بعين مصري هشوف ان مصر احسن بلد في العالم، ولكن انا بديكم الموضوع بامانه ان مصر فعلا نجحت وابهرت العالم كله في استضافه البطولات العالميه، ما بالك بقى القاريه لو حصل ان احنا استضفناها اكيد هتبقى في حته تانية. طيب الموضوع التاني عايز اتكلم فيه، والموضوع ده للاسف يعني لفت نظري بشكل كبير، وخبر قريته وانا جاي في الحقيقه في الطريق على موقع ايجيبت سبورتس نتورك. دي موقع كبير بيتابع الرياضه الالعاب الاخرى يعني او الالعاب بصفه عامه الاخرى، وبيتابع طبعا اكيد كره القدم ولكن الالعاب ده الخبر. الخبر بيقول ان طبعا المهندس محمد ابو الطيب نائب رئيس الاتحاد المصري لكره السله في تصريح خاص لايجيبت سبورتس نتورك، المهندس محمد قال تم التواصل مع اسماعيل مسعود لاعب جامعه ويك فورست
والناشط بدوري الجامعات الامريكيه ان سي دبل اي، لكنه ابدى عدم رغبته بالانضمام لصفوف منتخب مصر. طبعا انا اسماعيل مسعود انا يعني يمكن اول مره يعني اسمع عنه او اعرف انه بيلعب في ان سي دبل اي، بس واضح ان طالما الاتحاد المصري او مسؤول كبير في الاتحاد المصري اتصل بيه يبقى اكيد لاعب ارقامه عاليه في الان سي دبل اي، وطبعا طالما منتخب مصر بيطلب منه الانضمام يبقى اكيد لعيب كفء، ما عندناش خلاف في كده. بس في ظاهره الحقيقه احنا محتاجين ندرسها، واي حد بيحب هذا الوطن لازم يقول الكلام ده. عزوف او هجره بعض اللاعبين وعزوفهم عن الاشتراك مع منتخبات مصر، ليه؟ ايه اللي بيحصل؟ ليه بعض الالعاب، مش هنقول بعض، اغلب الالعاب في عزوف من بعض اللاعبين؟ يمكن الوحيده اللي ما فيش فيها عزوف هي كره اليد. يعني طبعا انتوا عارفين كره اليد بتحقق انجازات كبيره على مستوى المنتخبات، فاكيد اي لاعب نفسه يخش عشان العالم كله يشوفه يبقى بيسوق نفسه كويس. ولكن الغريبه مش بس كره السله، يمكن ده الخبر اللي عرفناه. ايه ليه اللعيبه بتعزف عن تمثيل هذا منتخب مصر او هذا الشرف الكبير اللاعب بيتنازل عنه؟ اوعى تقول لي ان اللاعب مش عايز يمثل منتخب مصر، لا بالعكس، ده شرف كبير. واي لاعب في حاجه غلط لازم يشوف ايه سبب. انا مش هتكلم عن اللعيبه اللي بتسافر بره وتتجنس خالص، مش هتكلم عن كده، ولكن هتكلم عن اللعيبه اللي موجوده في مصر ومش عايزه تروح منتخبات. ليه؟ ايه السبب؟ لازم الموضوع ده يدرس، ولازم المسؤولين يدرسوا، ولازم يجيبوا الناس دي يقعدوا معاهم، لازم يجيبوا اللعيبه. ليه يا حبيبي انت مش عايز تيجي؟ ايه الوضع؟ لازم ندرس، لازم نواجه مشاكلنا ونعرف ليه اللعيبه دي مش عايزه تيجي. هو ده اللي انا بقوله، مش 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 ان احنا نحط راسنا في الرمل او نقول لا، لازم نواجه مشاكلنا، ولو عايزين الرياضه تطلع لقدام لازم نعرف ايه السبب، ليه اللعيبه دي عندها عزوف. انا بس قريت الخبر، وهل في مشكله في الاعداد؟ هل في مشكله في التخطيط؟ هل في مشكله اداريه ما نعرفهاش؟ مشكله بتتكرر كتير جدا في اتحادات مختلفه، ايه المشكله؟ طب ما نجيب الناس ونقعد معاهم. وشفنا منتخب الطايره نفس الكلام، في لعيبه اعتذرت، اي نعم في لعيبه اعتزلت اللعب دوليا ده موضوع تاني، بس في لعيبه تانيه اعتذرت، وفي لعيبه مصابه، وفي لعيبه، بس اللي مش عايز يشترك ليه؟ ايه السبب؟ هل مثلا لا في سبب اكيد، وزي ما شفنا في الالعاب الفرديه وغيره وغيره وغيره، ايه السبب؟ هل في مثلا سوء اختيارات في المنتخبات؟ هل في حاجه؟ لا لازم يكون في وقفه، ولازم الموضوع ده يدرس. واحنا بنقول كده حبا في مصر، حبا في مصر، ان انا مثلت منتخب مصر 19 سنه او 18 سنه ما بين منتخبات شباب ومنتخبات والفريق الاول، وشرف ما بعده شرف هو تمثيل منتخب مصر. ومش عايز اقول لكم كلمه مصر في اي مكان بتتقله، مش علي مش انت كشخص، لما بنروح بطوله وفيها مصر لا الموضوع يعني مهم جدا، والموضوع مهم يدرس. فطبعا ده كان في الانترو بنحب نتكلم عنه. طيب هنروح لاخبارنا وهنبتدي بكره اليد. معلش يا جماعه قبل ما اروح لخبر كره اليد، لا يعني على الماتشات والدوري المحترفين اللي شغال، انا عايز اقول حاجه. طبعا شهدنا او شفنا في بعض انتقاد او بعض الهجوم على الجهاز الفني للنادي الاهلي. اولا خلينا نتكلم بمنطقيه وبعقل. النادي الاهلي السنه اللي فاتت لعب دوري وكاس، هم دول البطولتين اللي شارك فيهم عشان طبعا ازمه كورونا واللوك داون اللي حصل في العالم كله. الدوري خسرناه بعد مباراه فيصل مع المنافس او مع نادي الزمالك. كاس مصر خدنا كاس مصر من النادي المنافس، يعني مش مثلا فرقه طلعت النادي المنافس فاحنا لعبنا النادي اللي طلع الفريق الزمالك فكسبناه، فان دايركت يعني ان دايركت فوز، او يعني فوز غير مباشر، لا احنا كسبنا كاس مصر من الفريق المنافس. والدوري خسرناه بعد ماتش فيصل، بعد ماتش فيصل لما تعادلنا في المباراه الختاميه في الدوري. يعني معنى كده ان احنا ماشيين كتف بكتف في الوقت اللي زي ما حضراتكم عارفين نادي الزمالك مدجج بالنجوم ومليء بالالعاب باللعيبه ذوي الخبرات، وفرقتنا فرقه شابه. طب ننتقل للسنه دي، السنه دي رحنا شاركنا في بطوله ابطال الكؤوس وفزنا بيها وحجزنا مقعد في احد طرفي لقاء السوبر السنه الجايه في 2022. يعني عملنا انجاز كبير ان احنا، لان الطرف الثاني حتى الان لم يحدد. ليه؟ عشان بطوله ابطال الدوري اتلغت. فاذا النادي الاهلي حط قدم في ماتش السوبر القادم ان شاء الله السنه الجايه بهذا الجيل الشاب. مباراه اللي هي المباراه الثانيه او مباراه السوبر الافريقي خسرناها بعد مباراه كنا متفوقين في اغلبها، وانتوا عارفين الكره الاخيره حصل فيها ايه، وجبنا وحللنا وقلنا، وزي ما قلنا النادي الاهلي ما بيدورش على شماعه. وعايز اقول لكم انا عندي مجموعه من الفيديوهات نشوف الاخطاء التحكيميه اللي كانت مؤثره علينا في المباراه، ومع ذلك ما جبناهاش وما قلناهاش. ليه؟ لان احنا النادي الاهلي نشتغل على نفسنا وما ندورش على شماعه نعلق عليها اخطائنا. ولكن انا شايف ان الجهاز الفني حتى الان يعني لازم يلقى منا الدعم،
لازم يلقى منا الدعم. انا ماليش مصلحه في اي شيء، انا بتكلم على مصلحه النادي الاهلي فقط. الجهاز الفني شغال، عنده رؤيه، النادي الاهلي بيدعمه، النادي الاهلي شايف رؤيته بناء جيل شاب، الجيل ده يقدر يتسايد كره اليد 5-6 سنين قدام. مش انا اللي بقوله، ده جمهور النادي الاهلي اللي بيقول، اللي هو المتابع لكره اليد. فاذا لازم ندعم هذا الجهاز الفني ولازم نقف جنبه طول ما هذا الجهاز الفني هو متولى مسؤوليه النادي الاهلي. كل الدعم، كل الدعم، لان انا بجيب بالنتائج. لعبنا 4 بطولات، كسبنا 2 من 4 منهم بطوله ماتش واحد، بطوله اللي هي ماتش السوبر هي ماتش واحد، ومع ذلك احنا كسبانين 2 من 4 شارك فيهم هذا الجهاز. اذا كل الدعم، احنا عندنا مباراه الدوري شغاله، لازم يحس الجهاز الفني ولازم يحس اللاعبين ان جمهور النادي الاهلي وراهم، ولازم وده موجود على فكره، ده موجود، ولكن من حب الجماهير او بعض الجماهير النادي الاهلي لازم تنتقد ولازم تقول، ده حقهم الطبيعي بدون تجريح طبعا. بس احنا كبرنامج الابطال بندعم الجهاز الفني وبندعم اللاعبين لاقصى نقطه ممكن نروح معاهم فيها، وبنطالب اكيد كل جماهير النادي الاهلي بهذا الدعم. ده كان الانترو بتاعنا، هنروح لاخبارنا بس لازم نطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نكمل اخبارنا في الالعاب الاخرى، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، نكمل اخبارنا ونبتدي بكره اليد. النادي الاهلي كره اليد الفريق الاول لعب ماتشين الاسبوع اللي فات في بدايه دوري المحترفين او دوري سوبر المحترفين، كان بيلعب طبعا اول مباراه البنك الاهلي والمباراه الثانيه 6 اكتوبر. فوزنا في المباراتين، المباراه الاولى البنك الاهلي فوزنا 31-28، ومباراه 6 اكتوبر فوزنا 43-32. الماتش اللي جاي لفريقنا هيكون يوم الخميس اللي جاي مع نادي الزمالك في الجوله الثالثه من الدوري، ويكون الماتش على صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه. كل الدعم للفريق الحقيقه ولنجومه وللجهاز الفني. خليني اقول لكم حاجه، ان طبعا ليه الاتحاد بيلعب خميس وجمعه؟ ليه اتحاد كره اليد بيلعب خميس وجمعه؟ اولا عملوا نظام جيد، دايما كره اليد بيفاجئونا، الاتحاد بتاع كره اليد بيفاجئنا بقرارات وبيفاجئنا بامور جيده جدا. انا سمعت الحقيقه كابتن ايمن صلاح عضو اتحاد او اللجنه المؤقته لاداره اتحاد كره اليد، سمعته في احد المداخلات في احد القنوات، والحقيقه هو المشرف على المنتخبات. قال كلام مترتب حلو جدا، يعني قال ان احنا بنجمع المنتخب مواليد 2000 تقريبا، او مواليد 2000 اللي هم الصغيرين 2002 بيجمعوهم جمعه وسبت. 2002 اللي هو كابتن صابر حسين بيجمعوهم جمعه وسبت. يعني ايه جمعه وسبت؟ الفرق 2004 كابتن مجد ابو المجد، بس هنقول 2002 بيتجمعوا جمعه وسبت في المركز الاولمبي في المعادي. ليه بيروحوا مع فرقتهم او فرقهم طول الاسبوع ويجيبوهم جمعه وسبت تمرين مغلق، يجي كابتن صابر حسين يجمع الفريق يتمرنوا تمرينتين يروحوا على ايه؟ على فرقهم يكملوا ماتشاتهم معاهم. نفس الكلام بالنسبه للمنتخب الاول. الخواجه بيروح مجمع المنتخب حد واثنين يتمرنوا ويلعبوا ويتجانسوا، وده باستدعاء لعيبه جداد وقدام ويشوفوا الوضع ايه؟ عشان يبقى الهدف من ده ايه كابتن ايمن صلاح؟ وبالمناسبه النهارده كان اول تجميع، النهارده الحد. طب هو عايز ايه من التجميعه دي؟ هتقول يا كابتن ما هو مش فاهم، ما فيش حد بيعمل كده. لا ده هو ده الصح. ليه بقى؟ عشان انت ما تنساش. يعني ما انت ممكن هتروح مع مدارس ثانيه ومدربين ثانيه وافكار ثانيه وسيستم ثاني خالص. فلازم تبقى دايما صاحي فنيا مع منتخب مصر، دايما مجمع، دايما حاضر، دايما بتفكر. وعلى فكره المحترفين كمان جايين في ناشونال ستوب في العالم كله في كره اليد، هيجوا مصر في الاسبوع ده هينضموا للمعسكر ده. طب الهدف من ده ايه؟ عشان دايما يبقى المنتخب صاحي وجاهز للاشتراك. مش طب هم بيعملوا كده ليه؟ في بطوله افريقيا جايه مؤهله لبطوله العالم في يناير 2022، فمعنى كده انه خلاص الدنيا هنغمض ونفتح، هنلاقي ايه؟ هنلاقي وزائد ان هم ضغطوا الدوري، هو ده اللي انا بقوله، ضغطوا الدوري. يا جماعه ايه مصلحتي ان انا اعمل دوري 10 شهور واهلك اللعيبه واللعيبه تتصاب واروح مع المنتخبات اخسر؟ يا جماعه اليس منكم رجل رشيد؟ يعني ايه دوري 10 شهور في السنه؟ ويعني ايه دوري 9 شهور؟ افهم لما يكون الدوري طويل، لما يبقى عندي اشتراكات دوليه زي الكوره ممكن افهم ان ممكن يبقى الدوري يطول غصبا عنه. ما عندنا انديه بتشارك في افريقيا وعندنا بطوله افريقيا بطوله الامم، وارد يجي سنه او اتنين في الكوره وتلاقي الدنيا كده وسعت منهم 10 شهور، انما العاب ثانيه ما بتشتركش خالص في اي حاجه، تعمل دوري 10 شهور ليه؟ ليه؟ اليد ضغط الدوري بتاعه عشان عنده هدف اكبر اللي هو ايه؟ منتخب مصر، هو ده اللي بنقوله. فطبعا انا حبيت بس اقول لكم ليه الخميس وجمعه؟ عشان يبعدوا عن تجميعه المنتخب، حد واثنين تتمرن 3-4 تلعب خميس جمعه، تريح سبت تجيلي الحد. شفتوا؟ شفتوا الشغل؟ شفتوا الناس اللي بتفكر؟ تخطيط، هو ده التخطيط. والله العظيم شابوه الاتحاد كره اليد. وعلى فكره انا ما بقولش اسامي ليه؟ لو جبت لك اتحاد كره اليد من سنتين هتلاقي نفس الفكر، من 10 سنين نفس الفكر،
كمان 10 سنين هتلاقي نفس الفكره. بجد انا يعني 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 مش مش في نظام وسيستم. عندي اشتراكات دوليه اضغط الدوري ليه؟ عشان عندي التزامات. يعني اعمل دوري 10 شهور ويطلع لعيبه مصابه، واللي عنده كسر شرخ اجهادي، واللي عنده كسر مش عارف ايه، واللي خلع في الكتف. طب انا 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 استفدت ايه كده؟ انا كمنتخب مصر اللي هو الاسم الاعظم لينا كلنا واللي كلنا عايزين رفعته واعلى مكان في منتخب مصر، ليه اعمل دوري زي كده؟ يا جماعه لازم الاتحادات تراجع نفسها في النشاطات المحليه، ولازم النشاطات تطابق اللي انت هتلعبه في افريقيا. يعني لو بتلعب في افريقيا دوري مجمعه يبقى الدوري بتاعك دورات مجمعه، هتلعب بلاي اوف وده ما فيش حاجه اسمها بلاي اوف كده، تلعب بلاي اوف، هتلاقي تلعب ماتشين ورا بعض. طب ليه اليد بيلعب خميس جمعه او جمعه سوري بيلعب خميس وجمعه ورا بعض؟ ليه؟ عشان بيروح يلعب ماتشين وثلاثه ورا بعض. ما كان ممكن يعمل لك ماتش السبت ويعمل لك ماتش مثلا خميس وماتش السبت ويديك يوم راحه. لا هو مش عايز كده، هو عايز يحط اللعيبه في نفس الظروف اللي لعبوا فيها بطوله افريقيا. لا ده احنا ممكن نقول مواويل وقصص وحاجات بتحصل غلط ومع ذلك محدش بياخد باله. هنروح لكره اليد سيدات. كره اليد سيدات كان عندنا مباراه مع حلوان، كسبنا يعني الحمد لله فرق كبير جدا 48-4، مع كل الاحترام والتقدير طبعا لحلوان العام، وبرافو عليهم ان هم بيشاركوا الحقيقه في الدوري العام، احنا كل التحيه ليهم. الشوط الاول خلص بتقدم الاهلي 21-2، والفرق وسع في الشوط الثاني 48-4. فرقتنا كان كسبت طبعا كل البطولات السنه اللي فاتت، السنه دي كابتن يحيى يوسف معانا في الصوره، ونصر عيد عبد الملك كابتن الفريق. وعدوا السنه دي ان شاء الله بتكرار الفوز زي السنه اللي فاتت، كاس مصر ودوري العمومي ودوري السوبر فازوا بيه السنه اللي فاتت، وطبعا بالاضافه لمنطقه القاهره. نتمنى ليهم كل التوفيق. طيب هنروح لكره السله رجال، زي ما حضراتكم عارفين بيستعدوا للبطوله العربيه اللي هتلعب 27/9، بيستعدوا لها ب سوري 29/9، 27/9 ده ميعاد ارسال القوائم النهائيه. الاهلي بينتظر الفائز من مصر للتامين وطلائع الجيش. منطقه القاهره عملت حاجه حلوه، عملت مجموعتين النادي الاهلي وقع فيها ووقع فيها، يعني الاول بيتاهل للدور قبل النهائي على طول، والثاني والرابع بيستبعد، الثاني والثالث بيلعبوا كروس مع المجموعه الثانيه. التامين وطلائع الجيش بيلعبوا الكروس، هنلاعب الكسبان منهم في دور قبل النهائي. والناحيه الثانيه الجزيره برضو هتلعب مباراه زي ده غالبا، انا يعني توقعاتي طبعا كل الاحترام لكل الفرق، بس انا بنتكلم عليها فنيا. احنا فزنا على طلائع الجيش وما كانش معانا رباعي المنتخب، فلما يلعب رباعي المنتخب حتى لو فاز طلائع الجيش او فاز مصر التامين فاحنا اقوى. هنستطيع ان شاء الله ان نعبر باذن الله رؤيتي الفنيه، انا بحترم كل الفرق، ان احنا المرشح الاقوى ان احنا نوصل فاينل، ونفس الوضع بالنسبه للجزيره. اتوقع الفاينل هيكون الاهلي الجزيره. طب الماتش اللي جاي هيبقى يوم الاربعاء، والفاينل هيبقى يوم السبت. الماتش اللي جاي اللي هو مع مصر التامين او طلائع الجيش يوم الاربعاء، والنهائي هيكون يوم السبت ان شاء الله يوم 22/25 قبل النهائي والنهائي في الشهر ده. طيب هنروح لبرضه كره السله رجال. كره السله رجال النهارده كابتن رؤوف عبد القادر اعلن في مكتبه عن صفقتين. اول صفقه مايكل فاكوادي، مايكل فاكوادي اللاعب الامريكي دي سورتو، وقع عقوده مع النادي الاهلي مش عشان يلعب معانا الدوري، لا عشان يلعب البطوله العربيه القادمه. والنهارده تم الاعلان بشكل رسمي، واللاعب على فكره وصل القاهره وانضم للتدريبات. بس طب ليه؟ انا يعني هقول لكم الخبر وبعد كده عايز اعلق على حاجه. وكمل كابتن رؤوف وقال ان ده جيب ترشيح من الكابتن او المستر اجوستي بوش، وده في ظل تلبيه مطالب الفرقه، وكابتن ياسر الرملي مساعد مدير نشاط رياضي لشؤون التعاقدات، وكابتن رؤوف عبد القادر طبعا قاعد في الصوره، ومعانا اللاعب مايكل بيمضي على عقوده فاكوادي. وطيب واعلن النهارده كمان عن ضم عمر عزب لرجال سله الاهلي النهارده في نفس اليوم، دي صوره عمر عزب. وقال كابتن رؤوف عبد القادر ان اللاعب وقع على عقود لمده 4 سنين جايه، واكد طبعا تعاقد في اطار تدعيمات الفريق ودعم مجلس اداره النادي الاهلي لفريق كره السله. وعلى فكره فكوادي بيلعب مركز 4 وعزب بيلعب صانع العاب او مركز 1. طيب ليه النادي الاهلي؟ في ناس كتير بتسالني بقى وبعتت لي كتير بتقول لي ليه النادي الاهلي بالرغم ان عزب بيتمرن مع الفرقه بقاله يمكن 3 اسابيع بعد ما رجع مع المنتخب ما اتمش الاعلان عن الصفقه. انا اقول لكم النادي الاهلي لما بيعلن عن صفقه بيعلنها لما بتبقى تمت وخدت موافقه مكتب تنفيذي وخدت موافقه مجلس اداره، قبل كده ما بيعلنش. طب ليه بيعمل كده؟ النادي الاهلي دايما ليه سيستم ونظام، سيستم ونظام في كل شيء، سيستم مالي ونظام مالي، سيستم اداري ونظام اداري في كل شيء. ما ينفعش اطلع اقول النادي الاهلي هو كده ده سيستم النادي الاهلي، ما اطلعش اقول لعيب وقع معايا برغم انه وقع وعقوده معايا وبيتمرن الا ما اخد اجريمنت من مجلس اداره رسمي ويطلع قرار مجلس اداره مكتوب بالتعاقد مع اللاعب، واخد العقود بقرار مجلس اداره واطلع اسجلها في الاتحاد بعديها اعلن.
اعلن عن تعاقد وهو ده النادي الاهلي. ناس كتيره بعتت يا كابتن طب ما عمر عزب على فكره مايكل بيتمرن بقاله يمكن 3 تمارين، انا رحت تمرين امبارح على فكره بصيت على بدايتها كده بيتمرن. طب وفي صفحات كتيره كتبت وقالت ان هو انضم، طب ليه ما اعلناش؟ نفس السبب، اتعاقد عقوده معايا مكتب تنفيذي مجلس اداره اعلن. هو ده سيستم النادي الاهلي ويحترم، واحنا كقناه النادي الاهلي بنبقى عارفين اكيد مين اللي مضى ومين اللي مضاش، ولكن مستحيل نعلن قبل ما النادي الاهلي يعلن بنفسه، ودي سياسه حتى انتقلت لقناته قناه النادي الاهلي. طيب هنروح لفريق كره السله سيدات منتخب مصر، فريق كره السله منتخب مصر كره السله سيدات بيلعب بطوله افريقيا دلوقتي في الكاميرون، مجموعتنا غينيا والسنغال. نجحنا النهارده نفوز فوز كبير جدا 102-58 على غينيا، الف مليون مبروك. طبعا غينيا كنا خسرنا منها في الرجال ولكن كسبناها في السيدات وحاجه جميله جدا جدا. سداسي الفريق، سداسي النادي الاهلي بيلعب في الفريق اللي هم ثريا محمد ونادين سلعاوي وفريده وائل ورنيم الجداوي ونور علي طلعت وندى نافع من اصل 12 ساهموا بشكل كبير في فوز الفريق النهارده، كان على قمتهم او على راسهم في الاحصائيات هي نادين السلعاوي اللي حطت النهارده 22 نقطه. بالتوفيق لمنتخبنا، عندنا بكره مباراه مهمه، عندنا السنغال. السنغال فريق قوي جدا، بطل اوروبا نهائي سوري بطل افريقيا، بيطلع عندهم لعيبه محترفه في اوروبا بيطلعوا دايما فاينل سيمي فاينل، فيعني طبعا ان شاء الله نكسب. والنهارده كابتن ايهاب الالفي عمل حاجه حلوه جدا، عمل روتيشن ما بين اللعيبه كلها، ما كانش الهدف منه انه يكسب بس، لا كان عايز برضه يريح لعيبته او لعيباته عشان يروح على ماتش السنغال فايق ويعمل احسن نتيجه. كل التوفيق، عندنا ثقه في الفريق خاصه بيقوده مدرب كفء من اولاد النادي الاهلي كابتن ايهاب الالفي، وطبعا كل المنتخب ليه منا الدعم والتأييد ان شاء الله، ويا رب يعملوا نتيجه افضل من منتخب الرجال، لان الحقيقه المنتخب بيضم مجموعه جيده جدا من اللاعبات واللي اشاد بيهم حتى الاتحاد الدولي منهم ثريا محمد. كل التوفيق لفريق كره السله ومنتخب فريق كره السله للسيدات. عندنا بقى خبر جميل كده، حاجه حلوه كده بتخلينا دايما لما نسمع الاسم ده يخلينا يعني نتبسط. هنا جوده نجمتنا في 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 كره في تنس الطاوله وهي صاحبه ال 13 ربيع، بتلعب دلوقتي بطوله البرتغال تحت 15 وتحت 19، بتلعب في سن اكبر منهم. لعبت تحت 19 وصلت فاينل، فاينل والبطوله فيها كل بطوله قويه جدا، وصلت فاينل وخسرت من بطل اوروبا بطله روسيا 3-2 بعد مباراه ماراثونيه كبيره. هنا جوده 13 سنه بتخسر من بطله اوروبا 18 سنه في بطوله 19 سنه، يعني حاجه يعني انجاز كبير جدا. طيب بتلعب دلوقتي نهائي بطوله 15 سنه، بتلعب البطولتين في وقت واحد، مفيش حاجه في اللائحه في اتحاد الدولي تمنعك، العب لو تقدر العب. مجهود نفسي، مجهود عصبي، بتلعب مع لاعبات اكبر منهم سنا. البنت دي يا رب يا رب يا رب يوفقها مشروع نجمه عالميه، يعني احنا ان شاء الله يا رب يحفظها من الاصابه وتمشي على المعدل ده. البنت دي او اللاعبه دي او احنا طبعا بنقول عليها انها بنتنا، لو نجحت بنتنا تمشي بالمعدل ده، لا ممكن نشوف ميدالية أولمبية على ايديها. 13 سنة يا جماعة لسه بسم الله ما شاء الله، والأجمل من كده إنها على رأس التصنيف العالمي تحت 15 سنة. زي ما بقول لكم يعني هي 13 سنة واخدة التصنيف الأكبر منها، بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظك يا هنا. وبالمناسبة هنا خدت وصيفة أفريقيا اللي فاتت بعد ما خسرت 4-3 في المباراة النهائية من مريم الهضيبي. يعني قصدي أقول لكم إن ده خبر دايما أخبار هنا مفرحة وجميلة، ودايما جمهور النادي الاهلي بيتابعها وبينزل اخبارها، والحقيقه نتمنى لها كل التوفيق. وكده نكون خلصنا اخبارنا جوه النادي الاهلي، جوه جدران النادي الاهلي. الحقيقه زي ما انتم عارفين الموسم لسه ما ابتداش الا بعض الالعاب، فالاخبار لسه الدنيا ما سخنتش، مع الوقت الدنيا هتسخن معانا. طيب محمد ابو ستيت يحصد لقب بطوله العالم للكيك بوكسنج، وده خبر اكيد اسعدنا جدا. العقيد الدكتور محمد عبده ابو ستيت حقق لقب بطوله العالم للكيك بوكسنج الاير فورسي 1 بعد فوزه على بطل روسيا من ايام في البطوله اتلعبت على الصاله المغطاه باستاد القاهره. الماتش كان قوي جدا وطويل جدا بالاثنين لعيبه، ولكن نجم مصر قدر انه يفوز على بطل روسيا اللي عنده خبره طويله في اللعبه ومن ابطال العالم في اللعبه دي. الماتش ده حضر جمهور كبير جدا لتشجيع فريق القوات الجويه المصريه المكون من 11 لاعب ولاعيبه، وكان في مقدمتهم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، ودي صور من اللقاء. وبعد ماتش بعد الماتش قدم العميد محمد ابو ستيت انه استعد للماتش ده بعد رحله تدريب مكثفه استمرت ل 45 يوم. طبعا صوره لنجمنا الكبير جدا محمد ابو ستيت، وانه بيشكر القوات المسلحه المصريه والدوله المصريه
ممثله في وزاره الشباب والرياضه والاتحاد المصري كيك بوكسنج على دعمهم كبير، ودي حاجه مش غريبه، رجال القوات المسلحه دايما عند الميعاد، ودايما لما بتلقى عليهم مسؤوليه بيكونوا قدها، ما بالك بقى لو دخلوا مجال الرياضه بيبقى الموضوع مختلف جدا. الف مليون مبروك سياده العقيد، نتمنى لك كل التوفيق، وحاجه مشرفه لمصر بمعنى الكلمه. طيب هنروح للسكواش. علي فرج ونوران جوهر يتوجان ببطوله مصر الدوليه للسكواش. علي فرج ونوران جوهر لاعيبه منتخبنا الوطني سكواش ونجوم نادي وادي دجله فازوا اول امبارح ببطوله مصر الدوليه واللي اتلعبت في الفتره من 10 ل 17 سبتمبر اللي احنا فيه، والبالغ مجموعها جوائزها مجموع 450 الف دولار، رقم كبير جدا. 540 انا اسف يعني انا عجزت الرقم، لا ده طلع الاكبر، رقم كبير ومخيف، مجموع الجوائز. فطبعا ده بيدل على الرعاه، زي ما انتم شايفين رعاه كتير ومعلنين كتير. فطبعا نهائي السيدات مثلا كان بين نور الشربيني وزميلتها نوران جوهر، وعلى فكره ده انجاز كبير نوران انها تكسب نور الشربيني وقدرت تفوز بالماتش بعد ماتش ماراثوني 3-4 3-2 واستمر الماتش 64 دقيقه. لو رحنا لنهائي الرجال فنلاقي علي فرج والمصنف الاول هنقدر يفوز على زميله بالمنتخب محمد الشرباجي، والمصنف الثاني على العالم بنفس النتيجه بعد مباراه 74 دقيقه. السكواش في حته ثانيه، السكواش ده لو كتب له ان يدخل اولمبياد مصر على الاقل هتضمن ميداليتين وذهب كده بسم الله الرحمن الرحيم، بس يعني اتمنى ده، بس صعبه، بتبقى صعبه يعني. البطوله طبعا كانت دعايه رهيبه لمصر اننا استضفنا البطوله في اهم مكان سياحي في العالم وهي الاهرامات، وده عمل ترويج سياحي كبير جدا لمصر. وبالمناسبه النهارده بقلب كده في السوشيال ميديا لقيت محترفنا مايكل تومسون راح عند الهرم في اجازته، هم النهارده واخدين اجازه، راح النهارده اجازه للاهرامات وتصور. الحقيقه اكبر دعايه لمصر في الامن والامان والاماكن السياحيه، الحقيقه دي اكبر دعايه لمصر الرياضه بتقوم بدور كبير سياحي لمصر، لان بتبين لك الاستقرار الامني والاستقرار الاداري والطفره الكبيره في المنشات والاستقرار الاداري كمان. موضوع الحقيقه الرياضه بتبقى القوه الناعمه اكيد طبعا لكل المصريين. اليوم ختام بطوله العالم لشباب الخماسي الحديث بالاسكندريه اللي بيعملوا فيها نتائج كويسه جدا شبابنا وشاباتنا. النهارده ختام بطوله العالم لشباب وشابات الخماسي الحديث اللي بتتلعب على ملاعب الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا في الاسكندريه في الفتره من 13 ل 19 سبتمبر اللي احنا فيه. مصر حققت في البطوله دي 8 ميداليات، 3 ذهب وزيهم فضه وميداليتين برونز لحد دلوقتي، قابلين للزياده لان في نهائي شغال دلوقتي. اتحاد الخماسي الحديث برئاسه المهندس شريف العريان بيقدم نجاحات كبيره في الفتره اللي فاتت، وكان اهمها حصول احمد الجندي على فضيه اولمبياد طوكيو اللي نقلتنا في الجدول نقله ثانيه لولا ميداليه احمد الجندي. البطوله بيشارك فيها 271 لاعبه ولاعب، 146 لاعب و125 لاعبه من 27 دوله. طبعا يعني كتير جدا، استراليا، بيلاروسيا، البرازيل، بلغاريا، فرنسا، جورجيا، عديد من الدول الحقيقه بتشارك، وده مش غريب على مصر. زي ما قلت لكم مصر في الخبر الاول في الانترو قلت لكم انه مصر بالحقيقه بتشهد طفره كبيره جدا في استضافه البطولات العالميه. انا حكيت لكم موقف طريف على اللي حصل في رواندا، بس الحقيقه مصر يعني صعب جدا تلاقي حاجه زي كده، وصعب تلاقي تنظيم مش جيد، منشات، فاسيلتيز، كوادر. نتمنى ان شاء الله ان يبقى في طفره في النتائج، ولسه في بطولات السنه ما خلصتش، اكيد في بطولات جايه، وهنعمل لكم حصاد البطولات دي، هنعمل لكم حصاد ان شاء الله في حلقه من الحلقات، هنجيب كل البطولات اللي مصر نظمتها. بس اتمنى طبعا الاتحادات اللي ممكن تكون نتائجها مش قد كده تراجع نفسها، الدوله بتجري، الانجازات، الدنيا ماشيه لقدام، لازم انا كاتحاد لازم يكون عندي طفره في الرياضه وامشي بنفس الريتم اللي ماشيه بيه الدوله واحقق انجازات رياضيه. شكرا جزيلا، ده كان طبعا اخبارنا انتهت، خلينا نطلع لفاصل، هنستقبل نجمنا ونجم كره السله المصريه ونادي الاهلي ايهاب امين، ولكن بعد الفاصل. اروح لمين؟ ايهاب امين ضيفنا، بنرحب بيه في البدايه، طبعا نجم كره السله المصريه ومنتخب مصر والنادي الاهلي. ايهاب امين اهلا بيك. ايهاب اهلا بيك كابتن هيثم، منورنا في قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك بنورك. انا عايز اقول لحضراتكم ان كره السله لعبه غنيه بالمهارات، يعني مليانه مهارات، فلما يبقى في لعيب موهوب الناس بتحبه والجمهور بيحبه. ايهاب امين احد المواهب اللي جت في تاريخ كره السله اللي احنا مش محتاجين نتكلم عنها كتير. ايهاب صح ولا لا؟ الحمد لله، يعني لسه بدري في الكارير بتاعي، وان شاء الله يعني السنين الجايه يبقى فيه احسن كمان ان شاء الله. ايه قصه ايهاب امين؟ اروح لمين وايه القصه دي؟ احكي لي. الموضوع كوميدي جدا. هو يعني اول ما رجعت من امريكا على النادي الاهلي كان اول ماتش الزمالك في الكاس دور 16، ودي تقريبا يعني كانت اول مره يعني ارتباطي مع الجماهير ماتش الزمالك، كسبناه الحمد لله،
واللي حصل فيه طبعا الواقعه الشهيره موضوع الكوبري اللي هنتكلم فيه ده. بالظبط. فبعد الماتش بقى ده من ساعتها هو الجماهير خلاص بتناديك بالنداء ده. روح لمين؟ انا عايز اقول لك ان في الماتش ده انت ما عملتش حاجه غلط، يعني انت فنيا ما فيش حاجه تمنع ان انت تحط الكره كده، انت كنت بتاخد الكره ورايح على السايد لاين انا فاكر، فهو اتقفل لك السايد لاين، فانت لو طلعت تطلع بالكره بره فما لقيتش اي طريقه غير انت تلعبها من بين رجل اللاعب وتلف تاخدها من الناحيه الثانيه، فمش ده اللي حصل ولا انا غلطان؟ بالظبط. وانا يعني اكيد مش هبقى ده اللي قلته قبل كده، مش بقى مفكر ان انا يعني هو اللي هيحصل لنا هو هيفتح رجله فانا لا، هو انت بيحصل حاجه في ثانيه واحده بتروح انت مرياكت عليها، فهو ده اللي حصل في الوقت ده. ويمكن حصل في بطوله افريقيا نفس الكره، حصلت السنه اللي فاتت في الدوري في كذا ماتش تاني، يمكن ما حصلش الضجه ولا صحيح. الكلام عليها زي ما حصل في الماتش ده بالذات. وحصل بتقول حصل في افريقيا، وفي افريقيا الاخرانيه بطوله افريقيا الاخرانيه عملت نفس الكوره، يعني بتحصل في الان بي اي بتحصل في دوريات كتير وبيحصلش اللي حصل يعني. وده اكبر دليل ان ما فيش عقوبات اتوقعت عليك لان انت ما عملتش حاجه غلط. طبعا لا يعني دي مهاره عاديه جدا. يعني انت بتحط الكره زي ساعات بنلاقي حتى باصه من بين رجل اللعيب اللي قصادك عادي. لا دي بتعمل كتير كمان دي، بس جمهور الاهلي خدها وقلبها موضوع كده حلو يعني، وعمل ارتباط، وكان ده بدايه التعارف بينك وبين جمهور النادي الاهلي. طيب خلينا نتكلم عن قصه انضمامك للنادي الاهلي يا هاب. احنا عايزين نجيب كلام ما قلتوش قبل كده، انت يمكن ظهرت ببرامج واتكلمنا ويعني بس احنا بقى عايزين نجيب بقى الكلام اللي ايه اللي هو ما بيتقالش في اي حته. انت كنت في امريكا كواليس بقى، انت كنت في امريكا وكنت بتلعب في جامعه كويسه جدا من توب 5 يعني يمكن هناك في الان سي دبليو اي، برغم ان انت ما رحتش عليها، انت رحت على جامعه صغيره وبعد كده هم اللي طلبوك. جيت ازاي النادي الاهلي؟ يعني هو انا في الاول خالص كنت في امريكا بخلص اخر سنه في الجامعه خلاص في الاخر، ما كنتش يعني في حساباتي خالص ان انا ارجع في مصر السنه اول سنه بعد الجامعه بعد التخرج. فكنت راجع اجازه يعني، يمكن قبل حتى ده كان الزمالك بدا يتفاوض معايا وانا في امريكا نادي الزمالك، وكنت يعني سايب الموضوع كده بس يعني كنت عارف ان انا مش هرجع مصر يعني ما كانش اوبشن بالنسبه لي. كنت عايز اروح اوروبا. كنت عايز اروح اوروبا، كان جاي لي فرص هناك، كنت عايز يعني كنت عايز ابدا مشواري هناك حتى لو واشوف الدنيا هتمشي ازاي، تجرب ده كاريرك. بالظبط. كنت لسه كمان 23 سنه فكنت حاسس ان انا صغير ولسه صغير الحمد لله. فدي البدايات. بعدين رجعت اجازه بقى في شهر 7، كانت بالنسبه لي اجازه عاديه اللي هي اجازه الصيف. بالظبط. هرجع اخد اجازه وبعدين هرجع امريكا تاني اتمرن واجهز عشان السيزون الجديد. ايجنت يوديك في اي حته. بالظبط. وكنت ماضي مع ايجنت وقتها وما كانش مصري. واللي حصل بقى ان انا لما رجعت مصر بدات اتكلمت مع كابتن مرعي في اسكندريه، كنت اجازه في البيت طبعا اسكندراني. اسكندراني طبعا اسكندريه والبحر وبتاع. بالظبط. وكابتن مرعي كان ماسك سبورتنج ساعتها. لا لا كان وقتها الاتحاد. كان وقتها الاتحاد. واتكلمت مع كابتن مرعي وحصل واتكلمت مع نادي الاتحاد يعني وباشمهندس مصلحي وكل الناس. وضع طبيعي ان يتفاوضوا معاك. بالظبط. وبعدين بقى دخل في الصوره لما النادي الاهلي دخل في الصوره، اخر نادي دخل في الصوره. يعني انا ما فكرتش طبعا وقتها كتير، الموضوع يمكن خلص بسرعه، ان انا يعني كان بالنسبه لي شرف يعني انا في النادي الاهلي ونادي كبير جدا، وبرده هو اخويا الشريف اخويا الكبير دكتور شريف امين هو اللي يعني مسؤول عن كل حاجه تقريبا في الكارير بتاعي، من اللي اروح العب فين هعمل الحاجات دي. فهو دي معلومه جديده. هو اكبر منك بقد ايه؟ لا بكتير، هو 39. بسم الله ما شاء الله. يعني فهو متبنيك، هو يعتبر والدك او يعني طبعا ربنا يعني يكرمك. والدي الثاني. والدك الثاني. بالظبط. طيب وهو قال لك ايه بقى لما هو اهلاوي طبعا اكيد. طب قال لك ايه لما الاهلي دخل؟ عيلتي كلها اهلاويه فعلا. هو بابا وماما اهلاويه جامد. اتفرجوا على ماتشات الكوره وكلها يعني. بابا مش بيتفرج على الرياضه اصلا. تقريبا. بس اهلاوي. بس والدتي هي الاهلاويه يعني، تابع الاهلي جامد. طب شريف قال لك ايه؟ هو شريف طبعا هو انا يعني هو انا ما باخدش قرار لوحدي، هو ما باخدش قرار لوحده، بناخده مع بعض. وكان في عوامل كتير قوي يعني، ان هي رشحت ان انا انضم للنادي الاهلي طبعا، الجماهير، النادي، المدرب وقتها كابتن اشرف توفيق كان ليه دور كبير قوي ان انا انضم، كابتن جرحي، كابتن طارق الغنام، طبعا كابتن عادل قعي وقتها برده قعد مع كابتن عادل قعي كلمك كلمني وقعد مع شريف برده كذا مره. واعتقد هو ده يعني كان من اهم العوامل. بس يعني طب يعني كابتن عادل قعي مش مهندس صفقات بس كره القدم، ده كان مهندس صفقات كره السله كمان. وهي يمكن وقتها كان كل الناس بتتكلم ان عمر مع كابتن عادل بيخش في اي صفقه. صحيح. في اي صفقه بيخش العاب اخرى بس نادر. بالظبط. ف
فبالنسبه للموضوع برده هو سهل الموضوع قوي على لما قعد معاك قال لك ايه؟ طيب لا هو قعد مع شريف. قعد مع شريف قال له انا زي ما قلت لك انا بحاول. شريف هو شريف اللي هو يعتبر وكيل اعمالك. طب لما قعد مع شريف قال له ايه؟ انت فاكر شريف جه قال لك ايه او حاجه؟ هو يعني هم اتكلموا طبعا في عدد السنين والمبلغ وكل ده، وطبعا اتفقوا في الاخر، واضح ان هم اتفقوا يعني طبعا بالظبط. بس هو الحاجات اللي ريحتني زي ما قلت لك وقتها، يعني النادي كان رايح في حته استقرار، واللعيبه اللي كانت جايه صحيح كتير، وكابتن اشرف كان بيحاول يبني فريق بالظبط. وانا كنت راجع كنت عايز اكسب بطوله، وما زلت يعني لسه هو ده الهدف ان شاء الله، ان انا قاعد في النادي ان انا عايز اكسب بطوله. بالنسبه لي ان الدوري في النادي الاهلي، يعني انت مش بس باصص لادائك الكويس اللي انت بتاديه، لا ده انت كمان يعني عايز تحقق بطولات. طبعا هو يعني كلعبه جماعيه، اللعب الفردي ده هو انت بتلعب كويس عشان فريقك تكسب. اللعيب الفردي اللي بيأدي كويس وفريقه بتخسر عادي، هو زي مش مبسوط. لا وحتى مش مهم هو مبسوط ولا مش مبسوط، هو اداؤه مش مفيد. فهمت قصدك. لا بس مش شرط على فكره، مش شرط. انت بتلعب لعبه جماعيه، انت ممكن تكون ادائك مفيد بنسبه 80% 20% الفاضلين ممكن عدم توفيق. هنتكلم عن اللي حصل السنه اللي فاتت، بس مش شرط، بالعكس والله. يعني انت ساهمت مثلا في الدوري المرتبط السنه دي، يعني ادائك كويس ده طوبه من في مبنى بتبني عليه بقى حاجات تانية، او ممكن تبقى حاجات خارجه عن ارادتك. الاصابه انت تعرضت لها السنه اللي فاتت، كسر في الاخير. طبعا لا انا السنه اللي فاتت تعرضت لاصابات كتير، كسر صوابعي لا استنى قبل السنه اللي فاتت، انا عايز بس اخلص حته الامضاء. انت شريف قاعد مع كابتن عادل القيه وخلاص خدتوا قراركم مع بعض، وانت النادي الاهلي بتقول خلاص دخل في القصه، انا دي كانت انتهى الموضوع، نسيت اوروبا نسيت كل حاجه وفضلت النادي الاهلي. بالظبط، يمكن ما سافرتش حتى ما رجعتش امريكا، كمل تمرين ويعني لغيت كل حاجه بس دي كانت مفاجاه خلي بالك، لانه الموضوع خلص في زي ما بيقولوا في عشيه وضحاها، يعني في ثواني اوب بإيهاب أمين معانا، فواضح ان كان في استجابه سريعه منك. طب هل رغبتك دي نقلتها لمسؤولي نادي سبورتنج او مجلس اداره نادي سبورتنج؟ طبعا نقلتها، واعتقد هو ده اللي يعني سهل الموضوع برده وقتها ان خلص بسرعه. عاده في الباسكت مش زي الالعاب الثانيه، ان انت عندك تحت 26 النادي بتاعك مش سهل ان هو يسيبك. صحيح. بالذات ان في سبورتنج وقتها كان بيحاول ينافس ويبني فرقه هو، فانا لو قعدت في مصر هم كانوا يتمنوا يعني، وانا بالظبط. فانا كنت هقعد في، لو كنت هلعب يعني كنت في مصر كنت بفكر في نادي سبورتنج، بس النادي الاهلي الحاجات اللي حصلت، وطبعا رغبتي ان انا كنت عايز اروح النادي الاهلي برغم محافظه ثانيه غير محافظتك والكلام ده كله، فانت سهلت الامور على نادي سبورتنج وحبك للنادي الاهلي باين. طيب انا كل ما امشي في الشارع وانا جاي النهارده وقابل جمهور النادي الاهلي وعلى صفحتي وعلى صفحه القناه يا كابتن هيثم اسال ايهاب عن التجديد يا كابتن هيثم من فضلك اساله عن التجديد. ده يعني ايه قصه التجديد ده؟ يعني انت طبعا عقدك قرب يخلص، هل يعني انا مش عايزك تتكلم. هو مفيش كلام طبعا، يعني زي ما انت عارف انا اول ما جيت مضيت 3 سنين مع النادي الاهلي، لعبت سنتين، والسنه دي اخر بالظبط اخر سنه في عقدي. ما حصلش يعني، هو لسه ما حصلش اي حاجه اوفيشال ما بيني انا لسه في سنه في عقدك بالظبط. فهو لسه في سنه في عقدي. كذا حد برضو اتكلم معايا، لو المسؤولين في النادي الاهلي كلموك ده اكيد ان شاء الله هيحصل. عندك اي مشكله في التجديد؟ لا طبعا بالظبط. يعني انا بس عايز اقول انه اللي بيلعب في النادي الاهلي، انا يعني سبقتك بهذه التجربه، بس انا كان ليا تجربه يعني مختلفه شويه، بس كنت بكلم زيك، انا لو النادي الاهلي طلبني 100 سنه هقعد 100 سنه مش هفكر. الفكره يعني بس ان الناس مستعجل يعني بتسال انا ليه لسه ما جددتش، بس هو ما حصلش لسه كلام ما بين النادي حاجه رسميه ما بين انا والنادي لسه. صحيح، لان لسه فاضل سنه، ممكن بعد شهر 2 3 تبتدي المفاوضات معاه. هو اكيد بعد السيزون ان شاء الله يعني. اكيد وانت ما عندكش مانع، وده ده يعني اكيد انت اضافه كبيره للنادي الاهلي، والرغبتين متلاقين ومفيش اي مشكله. يعني انا بس بطمن جمهور النادي الاهلي، ايهاب امين اهو معانا، وايهاب امين مكمل وان شاء الله وقاعد، وحب النادي الاهلي لا ينتهي ولسه عنده كتير مع النادي الاهلي. طيب ايهاب، انا عايز اسالك بقى عن، نخش على يعني شابتر السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت مرت ظروف صعبه على الفرقه، طبعا يمكن جمهور النادي الاهلي عنده تساؤلات، بيقول طبعا مجلس اداره في دعم وتواصل لفريق السله وبتاع الفريق، طبعا جمهور الاهلي متشوق للبطولات. السنه اللي فاتت مرينا بظروف صعبه، كان بيبقى عندنا 8 اصابات مره واحده، انت كنت منهم. كلمني، هل الباد لك او الحظ السيء اللي قابلكم السنه اللي فاتت ده كان عامل مهم جدا ان النتائج ما تبقاش على قد ما جمهور النادي الاهلي عايزها؟ طبعا يمكن كان هو العامل الاساسي، اعتقد السنه اللي فاتت يمكن اثر على مستوى الفريق قوي الفتره اللي كابتن اشرف كان ماسك فيها الفرقه، يمكن كان عنده سوء حظ رهيب. صح، يعني صح، رهيب. كان تقريبا انت كنت حاسين بده؟ طبعا، يعني كل لما لعيب كان بيرجع كان لعيب تاني بيقع،
كان عندنا مشكله كمان طبعا زي ما حضرتك عارف الارضيه بتاعه الصاله عندنا صعبه شويه. انا سمعت انها هتتغير ان شاء الله. بالظبط. فيعني ده اعتقد ان شاء الله لما تتغير الفتره الجايه هتفرق جدا. هتقل. طبعا طبعا يعني. بس خلي بالك يا ايهاب كان اصابات غريبه عندك. انت كسر المراخير ده يعني. لا انا كانت قصه تانية خالص. انا مراخيري اتكسرت مع المنتخب، رجعت صبعي اتكسر في ماتش الاتحاد السنه اللي فاتت، كانت صعبه. انت مش متهم، انت من يعني الناس بتقول عليك ان انت بتلعب لعب يعني مقاتل في الملعب، وبتضحي بكل غالي ونفيس في الملعب عشان تكسب، وده سبب اصابتك. ترد على الناس دي تقول لها ايه؟ هو اعتقد هي جزء من اللعبه، الاصابات جزء من كل الرياضات مش باسكت. أيه. بس يمكن باسكت ناس اخذ فكره عنها شويه ان هي مش فيزيكال، بس هي يعني فيزيكال جدا، وبالذات لما بتلعب ليفل عالي يعني الدوري المصري مع المنتخب، بطوله افريقيا، البطولات دي الفيزيكاليتي بتاعتها عاليه جدا. وانا يعني زي ما انت بتقول ما بعرفش العب اللي هو يعني على قد الماتش، او انزل العب واحده واحده. انا لا، يا اما العب هنا يا ما العبش خالص، يا اما انزلش. فانا وانس ان انا نزلت الملعب خلاص ما يعني بقدرش اتحكم في نفسي. الكوره هنا هنزل اجيبها على الارض، هقع ارمي نفسي، اتعور، مش فارق معايا ايا كان المنافس وايا كان الدقيقه الاولى ولا اخر دقيقه. هي دي طريقه لعبي من وانا صغير، ويعني كل المدربين نموا فيها الحته دي كمان. يعني عمر ما جه حد قال لي لا خلي بالك على نفسك، العب بالراحه كده. لا، دايما كل المدربين بتشجعني وبيحفزوني ان انا اكمل وازود كمان طريقه لعبي. طب قول لي يا ايهاب، انت مع منتخب لعبت بطوله افريقيا الافرو باسكت اللي فاتت، وانت كنت هداف البطوله يمكن لاخر مباراه السنغال لعبتها. انت كان المنافسه بينك وبين ديانج لاعب منتخب السنغال اللي كان بيلعب في الام بي اي، وانت لولا ان هو وفق وحط 30 بونت في النهائي انت كنت هتاخد الهداف، بالرغم ان انت لعبت 4 ماتشات بس. صح الكلام؟ بالظبط. هو مازال لسه بيلعب في الام بي اي ديانج، لعيب كبير قوي يعني تقريبا في التوب 5 في بطوله افريقيا اخر 10 سنين. صحيح. ويمكن منافستك معاه لاخر ماتش برغم انه لعب ماتشات اكتر منك، ده يدل الحمد لله ان انت يعني اضافه قويه جدا لمنتخب مصر. كان نفسك تاخد هداف؟ يعني كان نفسي نكسب طبعا، دي اهم حاجه، ان احنا على الاقل كان الجول بتاعنا ان احنا نوصل للمربع طبعا. يعني ده احنا فتحنا بقى سكه المنتخب نتكلم فيها شويه. لا طبعا طبعا احنا كنا منتخب صغير جدا. كابتن احمد مرعي يمكن باين من اختياراته ان هو، ودايما لما كان بيكلمنا في الاجتماعات وفي كل حاجه في تجمعات، ان هو بيبني منتخب. احنا تقريبا كنا اصغر معدل اعمار في البطوله. نعم. عندنا دوله، بيبو، يعني اكبر واحد هيثم كمال الكابتن اتصاب. بالظبط، اتصاب وما جاش. عمرو الجندي كان الكابتن في البطوله 30 سنه. بالظبط 30 سنه، ده اكبر لعيب في البطوله. وعمر طارق معاه، وبعدين يوسف شوشه 28 27، باقي كله تحت 25. نعم. فمنتخب صغير جدا طبعا. ما انا مش بحاول يعني اعمل اكسكيوزز للنتيجه اللي حصلت، طبعا هي غير مقبوله واحنا يعني متضايقين الجهاز واللعيبه وكل حاجه. بس برضو كابتن مرعي كان كل وقت ان هو بيكلمنا ان احنا بطوله افريقيا دي بنحضر لتصفيات كاس العالم، وان احنا الجول الطويل بتاعنا ان احنا نوصل كاس العالم وننافس كاس العالم. فدي احنا كنا عارفين ان هي خطوه. طبعا حصل حاجات كتير قوي، ان انس مثلا اتصاب في اول 5 دقائق. بس برضو ايهاب اكلمك بكل امانه، يعني الاعداد للبطوله كان ضعيف جدا. طبعا طبعا يعني. هو حصل عوامل كتير، هي دي ما فيش حاجه بتحصل على طول، هو حاجات كتيره حصلت في نفس الوقت ساعدت ان المستوى يعني ان هو ده اللي يحصل. طب ليه المشكله لما عدكوا كويس كمنتخب؟ انا عارف ان الجول بتاعي هو الكواليفيكيشن جيمز بتاعت الوورلد كاب، انا فاهم ده، بس ايه المشكله لما جت لي بطوله اكسبها؟ يعني على الاقل اتعدلها صح لما اعمل معسكر قبلها بشهرين ثلاثه وابتدي اسافر واعمل معسكرات. بيتهيألي افضل كتير من ان انا اعمل دوري 10 شهور. انا مش عايز رد منك، انا بقول يعني الاحسن ليه ما اخدش في البطوله بدل ما اخد المركز ال 11 ما اوصل مربع، وده برده اعداد يعني، ما بقولكش خد البطوله، بس انتوا تعديتوا اعداد ضعيف جدا يعني، بطوله الاردن مش ده الاعداد اللي هتروح له ابدا. فهل انتوا الاعداد ده اللي كنتوا عندكم وقت اطول كان ممكن يبقى النتائج احسن؟ طبعا يعني الاعداد طبعا بيبقى ليه جزء كبير قوي من اداء الفرقه واداء اللعيبه كتيم مع بعض في اي بطوله. يمكن اعتقد طبعا زي ما حضرتك سمعتك بتتكلم قبل ما اجي، هاند بول يعني. صحيح. الهاند بول اعتقد ان مفيش يعني طول السنه بيلعبوا متجمعين طول السنه. طول السنه عندهم على الاقل يومين في الاسبوع مع بعض، يطلعوا يلعبوا ماتشات، عندهم بطولات وديه، عندهم بطولات رسميه. يمكن احنا عندنا الدوري طويل شويه، فده بيأثر على المنتخب.
بياخد من وقت المنتخب بالظبط. طبعا طبعا بياخد من وقت المنتخب، فالموضوع عندنا اصعب شويه. صحيح. وخليني بس عايز اتكلم معاك بقى في الدوري المصري والمحترفين الاجانب، بس خليني اطلع لفاصل. اعزائي المشاهدين اطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع نجم كره السله المصريه ايهاب امين، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد بكمل حوارنا مع ايهاب امين. ايهاب، عايز اسالك، ما ينفعش تبقى معايا ما اسالكش عن كل حاجه بقى. اتفضل. انت رايك وجود المحترفين في الفرق في الدوري مفيد ولا مش مفيد؟ هو هنا اختلف طبعا الاراء كتير يعني، بس انا كرايي انا كلاعب اللي هو ملوش راي مش بالزبط. مهم خالص. لا مهم، بس يعني مش صاحب قرار. بالظبط. طبعا مهم جدا، وانا بايد ان يبقى في يعني لو ينفع، اعتقد كانوا بيدرسوا، اعتقد الاتحاد المصري كان بيدرس 2 محترفين السنه الجايه او اللي بعديها. طبعا ده هيعلي الدوري وهيعلي اللعيبه التانيين. في ناس يمكن وجهه نظرها ان هو هياخد من لعيبه، بس انا اعتقد ان هو هيعلي الدوري وهيعلي منافسه وهيعلي اللعيبه، والدوري هيبقى متشاف، وده في مصلحه المنتخب في الاخر، مش في مصلحه اللعيب الاجنبي اللي جاي. هو ده في الاخر هيبقى في مصلحه المنتخب. طب في وجهه نظر بتقول لك ان لما يبقى في 2 اجانب في الملعب هياخد مكان 2 مصريين، والاثنين مصريين دول انت كده خدت 40% من قوه الفريق اديتهم لجنسيات تانية، فاصلا منتخبنا متعثر، فما بالك بقى لما يبقى في اجانب. هتعمل دوري قوي، بس فرحتي بدوري قوي، بس المنتخب ضعيف، بدليل كره اليد ما فيهاش اجانب. كل يعني هو اعتقد كل دوريات العالم دوريات محترفين، ف يعني لما يبقى دوري مصري من غير يعني من غير محترفين محلي بس، انت كده قافل على نفسك وبتلعب لوحدك. لكن لما عادي ندخل محترفين الدوري هيجمد. ده رايي والله. بص يعني انت تتمرن مع حد كل يوم، كل يوم تتمرن مع محترف 1 اون 1 ومحترف 2 اون 2، انت كل يوم مستواك هيعلى. بس انت محتاج تلعب. يعني كره اليد لعيب محترف من قايمه 24 لاعب، اتفاهم كده، رغم ان هو ممكن يجيب اكتر، انما كره السله يبقى عندي 2 من 14، اقسم 2 على 14 يعني 1 على 8، يعني ثمن الفريق اجانب. لا النسبه المؤثره، انا تبص على المنتخب. فمش عارف انت وجهه نظرك برضو محل، وفي وجهه نظر انت ليك يعني او ضد. لا ده احنا عايزين يبقى الدوري كله بيور مصريين. فانت شايف كلاعب ده في سنه حتى لغوا المحترفين خالص ده يعني. انا كنت بلعب السنه دي مفيش ولا واحد انا كنت بلعب كده، وقعدت سنين على فكره. رجعت سنين. طيب انت شايف طول فتره الدوري وان احنا نلعب بلاي اوف في الوقت ان احنا ما قلناش في افريقيا بنلعب بلاي اوف، انا برضو عايز اشوف الامباكت عليك او المردود ده عليك كلاعب. دوري 10 شهور انت اكيد تطلع مجهد، ولا انا غلطان؟ انت يعني بتحس بده ولا بتقوله لا احنا كويسين ونقدر نكمل السنه كلها؟ لا طبعا بنحس باجهاد كبير. يمكن الفيبا مع المسابقات الدوري في مصر مش في سينك مع بعض خالص. يمكن احنا السنه اللي فاتت تقريبا اخذنا السنه كلها ل 12 شهر تقريبا مثلا اجازه اسبوعين، وده يمكن عشان خسرنا السيمي فاينل كمان. يعني لعيبه الاتحاد ولعيبه الزمالك خدوش راحه، اخدوا اسبوع تقريبا ما بين السيزون والسيزون. يعني ولا عندهم اوف سيزون ولا عندهم بري سيزون ولا يعني ما عندهمش اي، هم بيخلصوا السيزون ده على طول اخدوا الاسبوع اتجمعوا مع المنتخب عشان يتجهزوا لبطوله افريقيا، رجعوا من هنا لازم يتبدأوا مع النادي عشان اللي عنده بطوله عربيه او اللي عنده منطقه القاهره او اللي عنده دوري مرتبط هيخلصوا هنا نبتدي السيزون. وبعدين صحيح. في الاجازات بقى في شهر 11 و2 الاجازات الدوليه هم هيروحوا يتجمعوا مع منتخب ويلعبوا بطولات، يخلصوا الصيف عندهم تصفيات كاس عالم، فالموضوع طبعا بيبقى صعب جدا. صعب صعب ومجهد، لانه طبعا انت محتاج دايما طول الوقت تدي الفول باور بتاعك، تدي يعني زي ما بيقولوا تيك اوف باور، زي ما بيتكلموا في عالم الطيران طاقه الاقلاع، اللي انت دايما شغال ماتشات وكله عايز يكسب. يعني النادي هتلاقيه برضو عايزك تكسبه، والمنتخب عايزك تكسبه، بس خلينا نشوف الفتره الجايه. طب تصفيات كاس العالم، هل كابتن مرعي يتكلم معاكم؟ احنا عندنا ويندوز جايه في نوفمبر، الاعداد يتكلم معاكم فيه ولا لسه ما حدش يتكلم ولا ايه الوضع؟ احنا مش هنلعب الويندو بتاع 11 احنا مصر القرعه ان احنا انت بيبقى 3 ويندو في الاول، كل بلد تلعب 2، فاحنا هنلعب بتاع شهر 2 فبراير وشهر 6. كويس. فاحنا 11 ده اعتقد هيبقى اعداد بس، يعني هنتجمع طبعا كمنتخب. كان في كلام ان احنا هنلعب بطوله عربيه منتخبات في الكويت، لسه مش عارفين ما اكدوش علينا بالظبط. فاعتقد لو مش هنروح برضو اكيد المنتخب هيتجمع ونعسكر في القاهره، مش عارف لسه بالظبط ايه لسه ما تجلكوش الاجنده هتبقى ايه شكلها بالظبط. كان احنا اول ويندو لينا فبراير بالظبط. نوفمبر مش هنشترك بالظبط. ويندو بتاع فبراير و6 هنلعب 3 ماتشات، هم نفس الفرقه هنلعبهم في فبراير هنلعبهم في 6. ما طبعا ما انتوا نفس المجموعه، مجموعه بالظبط. انتوا هتلعبوا 2 ويندوز بس صح ولا 3؟ في الاول هنلعب 2 ويندوز، احنا 4 فرق بياخدوا 3 فرق
بنفس النقط. طب انت شايف حظوظنا ايه؟ احنا معانا السنغال صح؟ بالظبط. ومعانا الكونغو الديمقراطيه وكينيا ومصر. طيب كينيا صعبه جدا. كينيا في بطوله افريقيا اللي فاتت خدت المركز ال 12 ورانا على طول، عملت مفاجاه كينيا. لا وين احنا خدنا ال 11، يعني كينيا قريبه منا جدا، كسبتنا البطوله اللي فاتت، كسبت انجولا في تصفيات افريقيا قبلها بشهرين قبل بطوله افريقيا في ماتش مهم جدا، كسبوا انجولا في التصفيات، انجولا كانت كامله. لكن كينيا جامده، هي فرق افريقيا كلها 16 فرقه دلوقتي قريبين، يعني مفيش زي زمان ان هو انجولا وتونس ومصر في حته وبقيه القاره لا، يعني تقريبا لا. ده انا عايز اقول لك ان تونس اصلا ما كانتش في حته. تونس لا، انا بتكلم اخر 10 سنين بس، و10 سنين واخده بطولتين. تونس في تاريخها كله تقريبا واخده 3 بطولات بس، دي الثالثه في اخر 10 سنين. يعني هم واخدوا 2 ورا بعض في اخر 10 سنين. تونس اصلا كنا بنروح افريقيا احنا، يعني مع احترامي طبعا لتونس وهم عارفين كده التوانسه حبايبنا واشقائنا، لما كانوا بيتاهلوا في الدور الثاني من مجموعه ده كان بيبقى انجاز. انما للاسف يعني احنا التراجع ده. كينيا جامده، عندك الكونغو كذلك جامده طبعا، يمكن الكونغو هي اللي طلعت مصر في اخر كاس عالم، فرق ماتش على ارضنا، وماتش الكونغو ده هو اللي ما وصلناش. صح، ففرقه برده كويسه. السنغال طبعا قويه جدا برده كذلك طبعا، حدث ولا حرج. كم لاعب في الام بي اي في السنغال؟ لا كتير يعني. انا شفت لاعب ليهم بيلعب في برشلونه كمان، ده البلاي ميكر الاساسي بتاعه، جارد رقم 4 بيلعب في برشلونه، شفت له ماتش من يومين. فرقه قويه جدا، فرقه قوي. فاذا انت، وخلي بالك نتائجك في المجموعه مش بس تتاهل، لا انت عايز تكسب عشان تطلع بنقطك. بالظبط. وبعدين احنا لما نتاهل من ترد على انجولا، مجموعه انجولا. بالظبط. انجولا ومين في افكارهم؟ لا مش فاكر للاسف، بس هترد على مجموعه انجولا. بالظبط. فهو انت مهم قوي ان انت تكسب الماتش، يعني لو طلعنا التالت تقريبا احنا ما فيش اي حظوظ ان احنا نتاهل. تطلع. فاحنا لازم نطلع اول او تاني. بالظبط. فاحنا لازم نطلع اول او لا قدر الله تاني عشان يبقى عندنا فرصه، عشان انت لما بتروح الناحيه التانيه مش بتلعب رابع، انت بتلعب الفرقه اللي متاهله اصلا، ففرقه كسبانه وطالعه بارقام كويسه. بالظبط. يعني طالعه بنتائج كويسه عشان تاهلت. بالظبط. فيبقى عندك مشكله، يعني كويس انتوا حاسين بالكلام ده طبعا. لا طبعا، يعني لازم اعداد نار. اعداد نار. وطبعا يعني تصفيات كاس العالم الماتشات يعني حياه وموت. يعني كل لعيبه المنتخب طبعا يعني بيشتغلوا طول السنه ويمكن طول حياتهم عشان يلعبوا كاس عالم اولمبياد. ده الجول يعني. طب قول لي يا ايهاب، انتوا رحتوا هناك ما اتمرنتوش على ملعب البطوله صح؟ ده حقيقي. مرنتوا على ملعب اسفلت؟ ده حقيقي. طب اخبار وصلت لكم يا باشا؟ لا ما بص، احنا يعني احنا شغالين في الاعلام يا كابتن. لا اصلح. احنا شغالين في الاعلام عارف. طب قول لي، انتوا رحتوا وبدري عن البطوله اسبوع وكان المفروض تعملوا ماتش مع رواندا، ايه اللي حصل؟ بالظبط. احنا يمكن تاني فرقه وصلت هناك، رحنا بدري قبل البطوله باسبوع زي ما قلت. يمكن هي دي التنظيم بتاع البطوله، قعد 8 فرق في كيجالي اللي هي العاصمه بتاعه رواندا، و8 فرق في مدينه 50 دقيقه بره كيجالي. ليه؟ والله دي حاجه يعني غريبه جدا. يعني دلوقتي انا كده بحط 8 فرق بره والملعب هو نفس الملعب، انا افهم ان انا احط الفرق في مدينه ثانيه ويبقى الملعب بتاعهم جنبهم. بالظبط. زي ما كنا بنلعب في افريقيا طول عمرنا، انما ان انا اجي من بلد دي، طب ليه؟ ما اعترضتوش مثلا؟ لا طبعا اعترضوا كابتن وائل، اعترضوا كابتن مالك. لطفي كان رئيس البعثه، بس برضه غياب رئيس بعثه، ما كانش في رئيس بعثه كمان، ما ده برضه قصه ثانيه. بالظبط. طيب كابتن وائل لطفي قال ان هو اعترض طبعا. ومنتخبات السبعه اللي معانا كلهم راحوا مع بعض في الاجتماع اللي هو بيبقى قبل البطوله واعترضوا طبعا. ورواندا يعني كيجالي بقت مدينه كويسه جدا يعني، وناميه اوروبا. بالظبط. فعندهم اوتيلات كتير، 5 ستارز و4 ستارز في غير مفهوم. بالظبط. المفهوم. لكن للاسف احنا قعدنا حوالي ساعه ل 10 دقائق بره، فكنا كل يوم الصبح نروح ونرجع. بس ما بتروحيش الملعب الرئيسي لان التمرينه كانت ب 1500 دولار. بالظبط. ده الاسبوع اللي قبل البطوله. بس قبل البطوله بيومين طبعا ده طبيعي. لازم تتمرن على فرق على الملعب. بالزبط. انت مش هتشوفه في التلفزيون، فروحت تتمرن لك من هنا على الاقل. بالظبط. طيب ما نجحتوش تعملوا ماتش خلاص؟ لعبنا لعبنا رواندا ماتشين وديين رواندا قبل البطوله. قبل البطوله يمكن اعتقد احنا ماتشين رواندا دول يعني من غيرهم كان ممكن يعني يحصل كوارث. ماتشين رواندا دول كانوا مهمين جدا بالنسبه لنا. رواندا كان فريق محترم جدا، عمل نتائج هايله. عملنا ايه في الماتشين وديين؟ اول ماتش كسبنا، ثاني ماتش خسرنا بعد اوفر تايم. معاهم لعيب في ريال مدريد. لا لا كاب فيردي. انا اسف. بس رواندا كان معاه في المجموعه كاب فيردي وانجولا، وعملت وتأهلوا. بالظبط. ويعني كسبوا وكاب فيردي. كانت مجموعة نار. كانت أقوى مجموعة في البطولة، ورواندا طبعًا بتلعب على أرضها. ده أنجولا ما عرفتش تتأهل تالت. بالظبط. ومدرب طبعًا رواندا مدرب محترم جدًا، سنغالي هو. سنغالي.
فماتشين الودين دول فرقوا معانا جدا. طبعا كابتن مرعي ما كانش بيلعب ان هو يكسب الماتشات الوديه، يمكن لا برافو طبعا. ال 12 لعيب لعبوا تقريبا، كل اكتر واحد لعب كان 20 دقيقه واقل واحد 15 دقيقه. فالماتشين دول فرقوا معانا جدا، وكان نفسنا طبعا ان احنا يعني نلعب اكتر من الماتشين دول قبل ال، بس طبعا الظروف ما ساعدتكوش. طب الملعب الاسفلت كنتوا بتلعبوا فيه؟ ما كانش طبعا ادمي خالص. لا كان صعب جدا الملعب الاسفلت والانوار، وكانت اجواء يعني كانت صعبه شويه. بس الجو كان حر ورطوبه. طبعا بس كانت صعبه يعني، كان خلاص انت فاضل على بطوله افريقيا مفيش حل، اسبوع ست ايام انت يعني، انت لو في الاستوديو هنا هنتمرن مفيش بديل بالظبط. انت بتشتغل بقالك 3 شهور، ما ينفعش تيجي قبل البطوله خلاص وانت طالع يا جماعه مش هينفع عشان ركبي ظهري. كنا بنجري وبنتمرن عادي. انا شفت كابتن مرعي وسمعته كان بيقول ان احنا كان لازم نتمرن، الاولاد عملوا عليه. وعلى فكره كابتن احمد مرعي شكركم يعني بصراحه، قال الاولاد عملوا اللي عليهم وقالوا ان احنا ما بنطلبش منهم اكتر من كده الحقيقه، ده عملوا انجاز كبير. طب هكلم عن ماتش تونس بالاخص، يمكن تونس هكلمك بكل امانه يا هبه، تونس من ايام ما كنت بلعب كان دايما احنا لينا دايما في الرياضه بيبقى في الكعب العالي بيبقى معروفه، بيبقى في نفسيا كده زي ما احنا مع انجولا بيبقى في حته نفسيه كده. بتضحك انت طبعا للاسف. ما يعني يمكن 2015 مع منتخب تونس طلعنا من انجولا في دور الثمانيه. السنه دي بطوله افريقيا طلعنا من انجولا في دور 16. من ايام ما كنت بلعب وكانت هي دايما تنط لنا في في في, في القرعه. طيب ماتش تونس احنا طلعنا 20 بونت في البدايه، مش هنقول 19 او 18 مش 20 بالظبط، وبعد كده يخسرنا ازاي؟ ايه اللي حصل؟ يعني يمكن احنا كنا بادئين الماتش كويس قوي جدا، بالذات تكتيكيا وفنيا الكابتن مرعي قرا الماتش كويس قوي من البدايه، وده ساعدنا ان احنا نوصل الفرق لغايه 20. زي ما اتكلمنا في اول حلقه يمكن احنا منتخب صغير جدا جدا، يعني في لعيبه تقريبا ده اول ماتش دولي ليها. صحيح بطوله افريقيا دي كان اول ماتش دولي رسمي. عزب لعيبه كتير يعني كذا لعيب. لا كيزو لعب كاس عالم. ده كيزو كاس عالم. لا كيزو لعب كاس عالم اسبانيا. كيزو اول بطوله ليه كانت كاس عالم. لعب صحيح. يا خبر ابيض لا كيزو يا جماعه ادم شويه دلوقتي خلاص. كيزو ادم يا خبر ابيض. لا بس في لعيبه كتير صغيره قوي قوي في المنتخب وما لعبتش ماتشات دوليه كتير، ودي بتفرق في الماتشات بقى الدوليه. ان انت يبقى لعيب دولي ولعيب محلي. احنا وصلنا فرق 20، كنا موفقين كمان في الاول من بره. صحيح بالظبط كنا بنجيب بالظبط، كنا موفقين جدا. ابتدينا الماتش دول جاب 3 ثلاثيات تقريبا في اول دقيقتين. وانت جبت بالظبط. الماتش الثالث والرابع يعني الشوط الثالث والرابع تونس الفرقه اللي بتلعب دي هم مع بعض حوالي بقى لهم مثلا سادس او سابع سنه، هم نفس اللعيبه بيتغير فيهم واحد او اثنين ماكسيمم وبس قوام. وده اللي كابتن مرعي بيتكلم ان هو بيحاول يعني يعمله الفتره الجايه، ان احنا مدرب منتخب بيتغير تقريبا كل سنه او سنتين ماكسيمم. المنتخبات الثانيه لو حضرتك تلاحظ كل مدرب منتخب بيقعد بالخمس سنين 10 سنين عشان يبني بالظبط، وبيتحكم عليه بعد الفتره دي. احنا مدرب بيجي يقعد سنه ما يوفقش، السنه اللي بعديها مدرب. خلي بالك تونس لعيبه ثانيه جديده. تونس مر عليها مدربين كتير برضه، مر عليهم مدرب الوطن بتاع كابتن عادل. عادل تلاتلي طبعا. بس القوام ثابت، وهو كابتن عادل هو اللي بدا. برافو عليك انت قلت كلمه صح، هو اتمر عليهم عادل كابتن عادل، وجي بعد كده ماريو بالما، وجي بعد كده الكوتش الالماني او الكوتش اللي ماسكهم ده اللي كان ماسك منتخب المانيا، يعني مر عليهم 3 4 كوتشات في فتره، بس القوام ثابت. يعني 10 لعيبه ما اتغيروش، هم نفس ال 10 لعيبه. مع اختلاف بقى طريقه اللعب، مع اختلاف السيستم كل حاجه، بس هي اللعيبه ثابته وبيلعبوا مع بعض كل سنه. لا والاعداد كويس، يعني هم عندهم الدوري 5 6 شهور يا كابتن. طبعا. مفيش الهرت اللي عندنا ده بصراحه، يعني 10 شهور لعب دوري بالمنظر ده برده حاجه قاسيه جدا. هم بس بيلعبوا كنت عايز اكمل بقى ان هم في الشوط الثالث والرابع تكتيكيا هم ذبحونا. يعني زي ما بيقولوا كده بجد ذبحونا الثالث والرابع. كنا مش عارفين نجيب باسكت، يعني وصلنا للران ان هم عملوا علينا ران تقريبا 15-0 ورا بعض. صحيح. لعيبه خبره، لعيبه تقيله جدا. مايكل رول المحترف المجنس او اللاعب المجنس طبعا، يمكن تقيل قوي. اهم لعيب عندهم مايكل رول، لعيب امريكي اصلا يعني مش تونسي، مجنس. وكنا بنتكلم في الموضوع ده في الفاصل، ان كل المنتخبات العالميه، منتخب اسبانيا سيرجي ايباكا ده من كونغو اصلا وبيلعب في الان بي اي، وبيلعب في منتخب اسبانيا اللي هو الثاني احسن منتخب في العالم. مش ايباكا يعني ايباكا معهوش جنسيه اسبانيه بالظبط. ومش عيب. وكل يعني الفاينل بطوله افريقيا كان كوديفوار وتونس، احسن لعيب في تونس مايكل رول المجنس، واحسن لعيب في كوديفوار كاستيلو المجنس الامريكي برضه. فهو كل المنتخبات بتستعين بلعيب مجنس عادي يعني، مش كلها يعني، في منتخبات معظمها مش عيب وده عادي جدا يعني. بس خلي بالك برضو في ناس بتقول يعني ان احنا بلد ال 110 مليون، يعني احنا بلد ال 110 مليون، لما انا ابقى بلد 110 مليون وما عنديش ده انا اصدر لعيبه، عندي هبقى مين؟ ده انا عندي لعيبه بره كتير جدا جدا، عندي
عبد النادر في الام بي اي، عندي لعيبه بس ييجوا، لا انا بقى في حته تانية. بس هي الفكره كلها ان في ناس بتقول كده وفي ناس بتقول كده، والحقيقه ده اتجاه وده اتجاه. ايه المصلحه؟ المسؤولين هم اللي يحددوا ايه مصلحه المنتخب. بس كويس يعني انت وضحت ان التاتو الرابع لعبوا علينا تكتيكيا، قفلوا كل حاجه، قفلوا كل حاجه، ارونا عملوا ادجستمنتس، واحنا كمان لما هم عملوا علينا الرن احنا ما كناش خبره ان احنا خلاص بقى نرجع، هم عملوا الرن بتاعهم خلاص بقى دورنا احنا، ما عملناش بقى احنا كده، هو الرن فتق فضل بقى ماشي لغايه اخر الماتش، ومع ذلك خسرنا 6 بونت بس، فده كان انجاز كبير ليكم بصراحه. انجاز يعني احنا زي ما كنت بقول احنا وصلنا ل 20، الفرق وصل 20. طب خلينا نروح لماتش انجولا، بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع هاب امين، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. هاب اجي لك، يمكن انت رجعت من المنتخب، كان مستر اجوستي بوش تولى المسؤوليه في النادي الاهلي، كلمنا عن التمرين، كلمنا عن فكر الكوتش، يعني شايف ايه جديد؟ يعني في حاجات كتيره جديده، يمكن هو كان جاهز يبدا مشواره مع النادي الاهلي، يمكن بعد خسارتنا من ماتش انجولا تقريبا بساعات كان بعت لنا انا وعمر الجندي عمر طارق وعمر عزب ان هو فعلا بعد اخر ماتش على طول، يعني احنا كنا فاكرين ان هو مثلا ممكن يكلمنا بعديها باسبوعين او حاجه. قال لكم ايه؟ قال لنا هارد لك وفيري توف لوس، وان انا مستنيكم في النادي، انا عارف ان انتم محتاجين راحه كذا يوم، السيزون بتاعكم كان طويل، مستنيكم واشوفكم يعني في النادي ان شاء الله. واخدنا ادانا 4 ايام اجازه ورجعنا بعديها على النادي. يمكن التمرين فيه حاجات طبعا كتير، يمكن هتاخد شويه وقت عشان احنا سيستم ديفنسيف بتاعه بالذات متغير كتير عن سيستم كابتن ماريو بالما بالذات. كان قريب شويه من كابتن اشرف بس هو بعيد قوي عن ماريو بالما. طب ماريو بالما ايه الاختلاف في الديفنس عنه؟ البول سكرين، الويك سايد، يعني حاجات فنيه بحته، بعيد هم بعاد عن بعض شويه. بس هي مدارس يعني. مدارس طبعا ماريو مدارس وكلها طبعا دماغه كبيره. بس انت شايف انه اقرب ما يكون للكوتش اشرف شويه، اللي هو فكر الكوتش اشرف بالظبط، البامبات والسكرين والزابول، بتدافع هيدج وترجع، ممكن دبل تيم على حسب يعني، يمكن هي بتبقى الحاجات دي اكتر بالظبط. هو فلكسبل قوي كمان يعني، بمعنى يعني لو في لعيب مثلا هو شايف ان هو يعني هو السيستم بتاعه مثلا ان هو بيدافع على البول سكرين كده، بس هو شايف ان اللعيب ده احسن ان هو يدافع على البول سكرين كده يخليه بالظبط، يعني هي دي اعتقد من اكتر حاجه مريحانا بالظبط، ان هو فلكسبل مع كل اللعيبه وما بيطلبش حاجه مننا ما بنعرفش نعملها، يعني كل لعيب على قد امكانياته اللي بيعمله كويس هو بيخلينا نعمله، فاعتقد بيساعده بالتكتيك بيه بالظبط، فدي حاجه يعني بسطانا كل اللعيبه لغايه دلوقتي يعني. طب انت حاسس انه هادي على اللاين يعني، ما فيش ضغط على اللعيبه يعني؟ انا دايما بشوف كابتن او مستر اجوستي بوش على اللاين هادي، ما بيوجهش انتقاد للعيبه بشكل عنيف، انتوا حاسين بده؟ يعني هو طبعا هادي بس برضه بيوصل المعلومه طبعا يعني، لازم يوجهك بالظبط، يعني هو بيعرف يوصل المعلومه ازاي. يمكن في ماتشات، حتى الماتشات الوديه اللي احنا كنا بنلعبها الفتره اللي فاتت وماتشات بطوله منطقه القاهره، في يعني لما بيبقى في غلطات او فرقه تانية مثلا تعمل عليها ران او حاجه ويطلب تايم اوت، ممكن مره يزعق هذا طبيعي طبعا، مره يوجهنا بالراحه خالص يعني، فلكسبل وبتفاعل مع الماتش يعني بالظبط. طب رايك ايه في موضوع الاجانب؟ يعني كوتش يعني اجوستي معروف عنه انه بيجيد اختيار الاجانب، ليه؟ ايه السبب؟ يمكن اعتقد ترجع لما كان في برشلونه اعتقد، وممكن اعتقد بدايته قبل كده كمان، ان هو كويس قوي في الحته دي، ان هو عينه حلوه، عينه حلوه جدا، وبيعرف اللعيب الكواليتي بتاعته ايه، يعني بيعرف اللعيب مثلا ده بياخد بول سكرين كويس، اللعيب ده بيلعب بعيد عن الكوره كويس، اللعيب ده بيلعب بظهره كويس، فهو اعتقد ان هو بيفهم اللعيب بسرعه بالظبط، بيفهم اللعيب بسرعه وبيقراه وبيعرف يوظفه. فدي يمكن انت دفاعيا لعيب يعني من اللعيبه الموهوبه اللي نادر بتلاقي لعيب هجومي كويس، بتلاقي انت بتدافع كويس، ويمكن ارقامك العاليه في الستيلز، انت بتعمل ستيلز كتيره جدا، وكان في كره يعني جابوها في التقرير قطعتها انت وطلعت حطيتها دانك، فانت لعيب سائل في الدفاع يعني. هل مستر اجوستي بوش ممكن يديك مهام دفاعيه كتير او يقول لك امسك لعيبه مهمه، ولا ممكن يبقى عايز يفرغك للهجوم والسكور؟ مش عارف، اعتقد دي هنشوفها خلال السيزون، يمكن عندنا بطوله العربيه كمان 9 ايام تقريبا، فاعتقد دي هتبقى اول حاجه بقى، اول تجربه، يمكن هذه الكره اول تجربه، هذه الكره دي القطعه اللي انت قطعتها من بوينت جارد في نص الملعب، دي كانت في ماتش افريقيا الوسطى. ده اول ماتش خالص يعني، اعدوها تاني يا جماعه يعني، انت ما شاء الله بتجيد يا بص ستيل بدون فاول، بالرغم ان هو يعني هو مش عارف يروح منك فين بصراحه، طلعت حطيت دانك، لا يعني الدفاعين انت ما شاء الله قوي.
طيب خلينا نقول البطوله العربيه عايز تلعبها؟ طبعا. بطوله قويه؟ طبعا بطوله قويه جدا، مستعد لها. مستعد لها وبنستعد لها يعني، كمان اعتقد الاسبوع الجاي ده هيبقى اخر استعدادات لينا، هيبقى مهم، هيبقى مهم جدا لينا. بطوله قويه جدا زي ما حضرتك قلت، عشان كل الفرق دي اول مشاركه ليك يا ايهاب مع الاهلي. هو ده الماتش، اول مشاركه وده الماتش الشهير من سنتين. ده زي امبارح. ده حسيت الايام بتجري. ها سنتين. بص يعني ده اول مشاركات ليك، ويمكن ده اول ماتش قمه ليك، كان قبل كورونا بقى وكان في جمهور وبتاع. شعري قصير. وكان شعرك قصير. لا طيب قول لي بقى البطوله العربيه. البطوله العربيه طبعا اللي جايه دي يمكن هتبقى جامده جدا. كل الفرق اللي جايه، اولا في فرق كتيره جدا مشاركه. اعتقد 18 او 20 فريق، ده رقم قياسي. قياسي. الناس جعانه، نفسها متشوقه باسكت. البطوله هتبقى قويه جدا. كل الفرق اللي جايه جايه باثنين محترفين يعني. اثنين ولا ثلاثه؟ اثنين. اتحطيت في الماتش ده 40 بونت. لا 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 35 يا راجل. فرقت. ماشي، 5 بونت من عندي. البطوله هيبقى فيها 2 محترفين. طبعا فرقه زي الفرقه بتاعت الكويت والامارات. الدول دي بيجي محترفين. فريق صالح ماجر هيجي اعتقد. اللي فيه وائل عرجلي. وائل عرجلي مش متاكد هو ده اعتقد في الكويت، بس مش عارف هيجي ولا لا. بس انا سمعتش انه هيشارك. هو في فرقتين من الكويت. لا. في فرقتين من الكويت، مش عارف هي دي فرقتهم جايه ولا لا. بس الفرقه بتاعت الكويت والامارات بيجيبوا محترفين فيري هاي ليفل. فطبعا بيبقوا فرقه قويه. الفرقتين اللي جايين من تونس ولبنان طبعا دول في المقدمه طبعا. فالبطوله اعتقد هتبقى قويه جدا. وانتوا حابين تلعبوها ان شاء الله، تبقى استعداد كويس. طبعا. يعني احنا كان عندنا مشاكل السنه اللي فاتت واللي قبليها في الاعداد مع النادي، ان احنا ما كانش فيه بطولات قبل كتير. الدوري بالظبط، التجربه في الدوري. وكان في فرق، وكان في لعيبه كتير جديده السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها تدعيمات، فكنا بنخش في السنه على طول. فالسنه دي اعتقد ان البطوله العربيه في اول اعداد كويس. بالظبط، اعداد كويس جدا. وبرده هتورينا احنا فين. دي اللعبه يعني الشهيره بقى كابتن، اللي هي ايه؟ ايوه اللعبه الشهيره. بص انت اتزنقت، فاضطريت تحطها كده عشان تطلع من الموقف، وطلعت بره الملعب ورجعت خدتها. بص فما كانتش مقصوده يعني، مش دي جت سيتويشن. دي كانت يعني اللعبه دي والماتش ده كان شهاده ميلادك او تعرف او بطاقه تعرفك مع جمهور الاهلي. بالظبط. لما عملت اللعبه دي وطلعت بره الماتش لقيت الدوشه دي، قلت ايه؟ لا هو بعد الكوره دي حصل خناقه كبيره قوي. وكان في جماهير نزلت الملعب. صحيح. يعني انت استغربت قلت هو ايه اللي حصل ليه كده؟ طبعا. لا ده البنش كله جه من الناحيه الثانيه يجري. فيعني هو بص انت بتكمل لعبه عادي، انت شايف ان هي يعني ساعتها المحترف بتاعهم اصلا راح اخذ الكوره واخدها وراح كمل شوت يعني. يعني ما كانش هو ما استغرب الدنيا وقفت ليه. ما هو بيحصل كده اكيد قدامه كتير. هو هو يمكن يمكن كان اللي جري ده هيثم السحارتي، كان هو ده يمكن اللي كان بدايه. بس عايز اقول انه الماتش ده كان جميل، ان انت يعني عارف اول طالعه ليك. انا هاب امين يا جماعه. بالظبط. هو يمكن زي ما اتكلمنا في الاول، الحمد لله ربنا كرمني ان اول ماتش طبعا مع النادي الاهلي اكيد بيفرق. يعني الناس مستنيه تشوف ايهاب راجع من امريكا، ايهاب رايح فين، ايهاب جه الاهلي، ايهاب طب مين ايهاب، هيعمل ايه. فان ده يبقى اول ماتش يعني كان بالنسبه لي مهم جدا. وبعد كده يعني كملت على كده وما شاء الله عليك، وكنت يعني في كل انتصاراتنا كنت بتبقى كويس، حتى في الماتشات اللي بنبقى غير موفقين بيبقى ليك دور كبير. طب انت هسالك سؤال بقى على المستوى الشخصي كده، بتخلص الماتش وتجري تشوف احصائياتك ايه وكده ولا ما بتبصش؟ بشوف الاحصائيات، بس يمكن في ناس كتيره بتفتكر ان انت ممكن تشوف الاحصائيات، مثلا تشوف انت جبت كام بوينت، انت شوت كام كوره. بس انا اول حاجه بشوفها في الستاتس لما اشوفها الافيشنسي، يعني جبت شوت كام جبت منهم كام. بتحاسب نفسك طبعا. وبعدين برضو بعد كل ماتش انا لما باجي اتفرج على الماتش، حتى ماتش لعبه كويس ماتش لعبه وحش، ما بتفرجش على الحاجات الكويسه اللي انا عملتها او اقعد اعيدها. بتفرج على الحاجات اللي لا، كوره تيرن اوفر مثلا، او كوره حدش الاهلي بلوك، او كوره ضيعتها، او عملت حاجه. دي الكور اللي انا بركز فيها وبقعد اعيدها كذا مره عشان ما تحصلش تاني. فهي دي اعتقد ان ده الهدف من انت تبص على الاستاتس. بالظبط. الهدف انت تبص من الاستاتس، والهدف انت تتفرج على الماتش. يعني احنا كده كده يعني مع النادي الاهلي ومع المنتخب عندنا بنتفرج وبنقعد قبل التمارين وقبل الماتشات كفرقه. بس كلاعب برضو انا يعني لازم بزود ان بحاول اركز على الحاجات دي، عشان دي بتفرق. يعني دي زيها زي التمرين بالظبط. صحيح صحيح. ايهاب انا استمتعت جدا باللقاء معاك بامانه. انت لعيب مؤدب جدا، انا اتقربت منك حسيت قد ايه انت ده مثل خلق يعني، ولعيب موهوب. كل التوفيق ليك، نورتني وشرفتني. يا ربنا يخليك. انا اسعد ان انا كنت موجود معاك النهارده، وان شاء الله نلتقي على بطولات كتير معاك يا رب. ان شاء الله قريب. ان شاء الله ربنا يحقق لك حلمك باذن الله ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع نجمنا ونجم مصر في كره السله ايهاب امين، واحد الموهوبين
اللي كتب اسمه ب زي ما بيقولوا يعني بحفر اسمه عند جمهور النادي الاهلي وعند جمهور كره السله في مصر كلها. اكيد بشكره وبشكر حضراتكم على حسن المتابعه، وانتظرونا في حلقه جديده مع الابطال ونجم جديد في حلقه جديده باذن الله.